اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، برحب بحضراتكم مره ثانيه. يعني اكيد كلامنا مستمر على مباراه الغد النهارده، ليله المباراه، اكيد تجهيزات من الجهاز الفني واللاعبين، اكيد احنا كلام برضو كتير تجهيزات ايضا بالنسبه لنا في جزئيه الكلام عن المباراه. هيكون طبعا معايا وشرفني طبعا في الاستوديو استاذ خالد العشري نائب رئيس تحرير المسا، اكيد طبعا الناقد الرياضي الكبير استاذ خالد العشري منورنا دايما باستمرار. ربنا يخليك يا محمد، انت اللي منور الدنيا كلها ان شاء الله. يا رب باذن الله يبقى لقاء امل وتفاؤل وسعاده على جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر باذن الله. امين طبعا. بخصوص الامل والتفاؤل دايما استاذ خالد، احنا دايما اهلاويه وجماهير النادي الاهلي عندهم حته التفاؤل بفريقها، حته الثقه بشكل كبير في فريقها. استاذ خالد العشري ورؤيته المباراه وحته الامل اللي انت بتتكلم عليها دي والثقه في فريق النادي الاهلي، هي الحقيقه مش احنا اللي عملناها، هم اللي عملوها عندنا. يعني كتاريخ النادي الاهلي كتاريخ ولا طبعاً. كفريق كتاريخ دلوقتي موجود؟ لا، تاريخ تاريخ النادي الاهلي كله. الفريق اللي كان بيكسب موسم كامل في الدقيقه 89 و90 بهدف الخطيب، هدف فوزي سكوتي، هدف مش عارف عبد المنعم، مش عارف، مش فاكر، فوزي عبد سمير فوزي او حاجه برضو عبد العليم. في الدقيقه كام؟ 89 90 91. وبعد كده اجيال بقى، حسام حسن، عماد متعب، الفتره الحاليه برضو اللعيبه، ابو تريكه طبعا. ده قصه على فكره، انت عرضت حاجتين في بدايه الحلقه، ببقى انا داخل عايز يعني اقول حاجات بعدين تطلع فجاه قدامك حاجه تروح ملخبطه لك الكمبيوتر. الماتش بتاع الصفاقسي ده بالنسبه لي كان قصه غريبه جدا. انا بادئ بتفرج على الماتش، يعني قاعد هادي، ما كانش عندي امل قوي يعني، بغض النظر عن الثقه، بس انت ساعات بتحسبها كوره وبتتفرج بموضوعيه شويه علشان لو لا قدر الله حصل حاجه ما تتصدمش. فالشوط الاول عدى مش وحش، مع الشوط الثاني لقيتنا بنلعب، فانا قاعد جنبي ناس بقول لهم يا جماعه انا حاسس ان احنا بنلعب كويس قوي. بعدين شويه قلت لهم يا جماعه الاهلي بيلعب كويس جدا. بعدين الله، ايه يا اولاد انتوا كده بداتوا تطمعونا في الماتش. وصلت لحد الدقيقه مش عارف 5 قلت لهم لا، ده احنا هنكسب الماتش ده، احنا هنكسبه. عدينا الدقيقه 90 قلت هنكسب، في جون جاي. يعني فضلوا يطلعوا بيا من نقطه لنقطه لنقطه لحد ما بقى جوايا احساس ان في جون جاي، ان شاء الله الحكم هو يحط سباره في بقه، الجون هيجي. وحصل. اللقطه الثانيه لقطه الجماهير. انا اول امبارح قاعد، انا كنت عارف ان في جمهور رايح، بس قلت لا مش هنزل، هيبقى في دوشه وزحمه وبتاع. وبعدين فجاه قعدت اقرا على المواقع، جمهور الاهلي يتوافد، جمهور الاهلي يتوافد. وبعدين بدات اجيب القناه، يعني قلت لا المشهد ده طبعا اشعرنا. انا يعني انا طبعا هنا في بدايه اللايف بتاع القناه للجماهير ودخول الجماهير، عارف يعني حته كده، اصل احنا متربيين في وسطهم. طبعا بينك يعني طبعًا. انت كلاعب متربي في وسطهم، وانا كصحفي يعني ازعم ان انا متربي في وسط جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك على فكره. مع بعض استاذ خالد جوه. انا بقول لك يعني عايش. لا انا كنت كمان قاعد مع الجماهير كلها، حتى بما فيهم الالتراس، يعني قاعد يعني عايش جو الجمهور من زمان. ولما كنت بسافر بقى هنا او هنا من صعيد لبحري كله كنت متواجد مع الجمهور، وكان في تواصل دايما وترابط. نزلت كانت الساعه 4:30، قمت اتوضيت ولبست ونزلت عشان كان صلاه المغرب هتاذن واحنا في الملعب. قعدت اتفرج على المشهد، انا ما شفتوش من زمان. انا كخالد لاني ما نزلتش ملعب من زمان، فحسيت لدرجه ان انا لما اتعامل معايا لقاء بعد المباراه قلت لهم يا جماعه الكابتن حسام لازم ياخد معاه السي دي ده والولاد نازلين الملعب فيديو يفرجهم. صحيح. يفرجهم لانه الشغل النفسي طبعا ده استعداد يا كابتن. ما هو لعيب الكوره استعداد طبعا، دي بتاعتك انت بقى. يعني انا يعني الناس برضو تبقى فاهمه انا بلمس مجرد تلميذ في الامور الفنيه قوي. يعني انت لو جا جواك احس انك نازل عايز تكسر الدنيا وبتحس الماتش وبتقراه قبل ما بتنزله وبتتخيل المواقف اللي انت هتتحط فيها والتصرفات اللي هتعملها وازاي هتشوط ولو في الحته ديت هتجيبها ازاي، عندك شحنه اداء، انت راسم لنفسك سيناريو 90 دقيقه. صحيح. ولو الوقت عدى هيحصل ايه، ولو جا جون دلوقتي هيحصل ايه، لو ما جاش جون هيحصل ايه، كل ده دي تركيبه غير عاديه. التفاؤل بقى والامل ده سلاحنا اللي احنا بنطلعه بره الحسابات الفنيه، لان احنا لو قعدنا نحسبها فنيا ممكن نتعب. صحيح. وياما افكر الناس بحاجات، بمناسبه انه زمان الناس دلوقتي قاعده، عشان ده هنتكلم فيه برضو بتفاصيل. الناس بتتكلم دلوقتي لما اصيب يعني سعد سمير وقيل ان هو ممكن ما يشاركش، فالناس قلقت. انا عايز اقول لهم يا جماعه النادي الاهلي في تاريخه اخذ بطولات بلاعبين كانوا يملكون من الروح اضعاف اضعاف الاداء الفني للاعبين اخرين.
يعني كنت اتفرج عليهم بس انهم لابسين تيشيرت النادي الاهلي فيهم ثقافه اعلى بكتير من الثقافه الفنيه اللي في الملعب. وكانوا بيكسبوا النادي الاهلي صحيح، وبيجيبوا بطولات وبطولات تاريخيه. مش هنقدر طبعا نذكر اسماء عشان الناس ما تفهمش كلامنا غلط، لكن الخلاصه انه القصه مش قصه مين بيلعب، القصه قصه احساس بالموقف، رغبه، ثقه، تنفيذ تعليمات، روح عاليه، نازل اكسب. ازاي ده يتوظف؟ ده شغل المدير الفني بره الملعب لحد ما اللعيبه تنزل جوه الملعب. صحيح. لان خلاص هيبقى فيه كده فاصل فاصل بين الاثنين يعني. الجون ابتدى يقرب ان شاء الله. يعني ده يعني واضح جدا. طبعا بيبو عمال يجيب لنا لقطات من المباراه دي، دايما احنا بنتكلم بقى تفاؤل، فاحنا بنشاهد مباراه زي كده وبنشوف فعلا اداء النادي الاهلي خلاص انت مقرب، عمال يعلى من ماتش من دقيقه لدقيقه. شفت دي؟ شفت دي؟ انت بتتكلم ان انت لا بديل غير الفوز تمام في مباراه زي كده، وده شبيه بشكل كبير لمباراه الغد. جميل. ده في حته كمان نفسيه مهمه جدا يا كابتن، اللي داخل بيلعب على الهدف واحد افضل وفرصه افضل من اللي داخل يلعب على هدفين. يعني انا اقول لك ايه يا عم، ده انا اتعادل او اكسب او اخسر او اتعادل باقل مش عارف من ايه، لكن انا داخل بالفوز. لا ده انا احاسيسي، ده الجون خلاص قرب فعلا اهو. ما قرب. احاسيسي ومشاعري وتفكيري وتركيزي على هدف واحد، انا عايز اكسب، عايز اجيب جون يعني. خلاص هو بدأ. ده حقيقي، حتة التركيز على الهدف واحد وانت بتشتغل عليه من خلال تدريباتك على مدار الاسبوعين او الاسبوع اللي انت قبل المباراة واثناء المباراة وتجهيز اللاعبين بقى نفسيا، ان انت لا بديل عن الفوز، دي مهمة صعبة برضه يا استاذ خالد. طبعا طبعا. هي بص يا كابتن، هو ده الهدف اهو. ابو الشد بيرفعها. طبعا طبعا. فلافيو انت بقى عملت ايه هنا بقى؟ انا هنا؟ لا انا مش عايز اقول لك. للامانه يعني انا يعني كنت فقدت الوعي يعني من انا عشان يعني الضغط مش مظبط شويه، فساعات بنفعل قوي فدماغي بتهرب مني يعني، فقمت انفعلت وخبطت على الترابيزه قدامي جامد قوي بشكل عصبي استير، لدرجه انه الناس قاعدين قالوا لي في ايه، ايه ده يعني، لا حاجه مش معاك حاجه في السماء وفجاه لقيتها بين ايديك. صحيح. وبعدين ايه، خد بالك التصوير من بره 18 كوره بقى نتكلمها كوره، تصوير من بره 18 وعلى شمال ابو تريكه في الدقيقه 94 ومن زاويه صعبه والراجل قافل الزاويه مش فاتحها، بس هو الميزه انه الراجل مش متوقع ان تريكه يعملها. صحيح. وتيجي في وتيجي هنا تمشي في الخطوه دي باراده ربنا بقى. صحيح. دي بقى يد الله اللي كان بيتكلم عليها مارادونا. صحيح. يعني انها تروح كده الله وفي ايد الولد ده، صد ده اصعب منها، لكن خلاص فاغشيناهم فهم لا يبصرون. هي خلاص رايحه، فالجول ما يشوفهاش غير بعد وهي بيجيبها من الشبكه. طيب اكلمك بقى على مباراه بكره، صعوبتها والتجهيزات، زي ما انت كنت بتتكلم دخولك مباراه وانت حاطط او تركيزك على هدف واحد بيبقى اسهل كتير من انت تبقى حاطط كذا سيناريو للمباراه. طبعاً. سواء بقى تعادل او يعني المباراه تطلع بشكل ما، ولكن الفوز نفسه هي دي الصعوبه بتاعت مباراه الغد، ان انت داخل عايز تكسب المباراه لا بديل عنك غير الفوز، وانت خارج ارضك وسط جمهور وملعب طبعا انت عارف استاذ خالد استاذ رادس عامل ازاي، وجمهور الترجي بيشجع بشراسه بشكل طبعا طبعا كبير جدا طبعًا، وبيحب فريقه زي ما النادي الاهلي عنده جمهور وبيحب فريقه. فبالتالي الصعوبه بكره متمثله في الحاجات دي كلها. الصعوبه بكره بقى يا كابتن في انه فرقه الترجي تختلف في جزئيه مهمه جدا عن المره اللي فاتت. المره اللي فاتت لما كان الصفاقسي تعادلوا معانا هنا ودخل مستر مانو جوزيه وبخ فيهم قال لهم انتوا فرحانين ليه؟ احنا نكسبكم في ملعبكم. السنه دي الترجي بمديرهم الفني فوزي البنزرتي عارفين ان ماتش العوده مش سهل. يعني ما خدوش احساس ده احنا متعدين 2-2 بره وفرص الفوز بتاعتنا اعلى واحنا واقفين على رجلينا واحنا اقوياء واحنا ابطال بطوله العرب واحنا يعني الاحساس ده مش جاي لهم قوي. دي الحاجه الوحيده اللي تقلقني. تمام. يقابلها ايه؟ انه فرقه الترجي او 99% من الفرق العربيه والافريقيه تلعب في مصر امام الفرق المصريه في مصر افضل ما بتلعب في ملعبها، او اضعف الايمان بتلعب بنفس المستوى. يعني انا لا اتوقع ان الترجي هيعمل جيم اعلى من اللي عمله في مصر باي حال من الاحوال، لانه فرقه الترجي بتلعب بره او جوه بتجيب اخرها في الملعب. يعني مش بالتكتيك بقى انا هدافع دلوقتي، لا هي الترجي بتجيب اخرها دفاعا وهجوما تمام بتلعب، ودي امكانات لعبتها.
ودي قدرات لاعبتها. انا مشكله كابتن حسام البدري الوحيده في الدوخه بتاعته، انا هلعب ازاي؟ هلعب باني طريقه؟ هلعب باني تشكيل؟ هلعب باني فكر؟ هقسم وقتي ازاي؟ ما انا شغال على الفيس اليومين اللي فاتوا لقيت ايه؟ واحد قال لك انا يا جماعه احط لكم تشكيل رائع تلعبوا بيه. التشكيل فتحي وسعد ومش عارف ايه، وبعدين هشام محمد وحسام عاشور واجاييه وبتاع، واحد تاني يدخل يقول لك لا لا عندي تشكيل سوبر. انا محمد هاني، لا مش عارف السليه، لا العب وليد ازارو، دخل واحد ثالث العب مش عارف، ابدا بصالح وعبد الرابع، ابدا بعبد الله السعيد. طيب الراجل بقى اللي هو عايش كل دول، وطالما احنا اختلفنا عشان بس الكلام ده للجمهور يا جماعه، طالما كلنا اختلفنا على فكره التشكيل، اذا الاحق بانه يحط التشكيل هو الراجل اللي عايش القصه، الراجل اللي عايش مع اللعيبه ليل نهار، الراجل اللي حاسس بكل لعيب وحاسس باستعداد كل لعيب ممكن يعمل ايه. ليه بقى كابتن؟ ممكن هو في التمرين، خد بالك في حته خطيره جدا كمان لازم الناس تاخد بالها، المدير الفني اللي كنت بقول لك عليها القناعات مش هيعرف يشتغل على حاجه الا اذا كان عنده قناعه بنسبه 150% عشان يشتغل عليه. يعني الراجل ده لو مش مقتنع باللي بيعمله مش هيشتغل عليه صح، مش هيختار اللعيبه اللي عايزها صح. حسام البدري في دماغه 30 خطه و30 فكره، منها هبدا مهاجم ولا دافع واطمن نفسي الاول ولا العب بخطه متوازنه؟ طيب دي او دي او دي، مين التشكيل اللي يلعبه؟ طيب هدافع من اول الماتش ولا اول ربع ساعه؟ طب لو هاجمت، طب اللعيبه اللي في الملعب تقدر تغير التكتيك بناء على تفكيري ولا هنا هنزل لعيبه، لعيبه نص ملعب، لعيبه مدافعين، لعيبه فراوده وبس؟ طب لو جيت اغير يبقى انا محتاج احط لعيبه في نص الملعب تقدر تلعب الادوار الدفاعيه والهجوميه في نفس الوقت ولا لا؟ طب هضغط على المنافس من قدام ولا من نص الملعب ولا من ورا ولا في كل حته في الملعب؟ طب انا اتوقع المنافس هيبدا معايا ازاي؟ قافل في ال 18 ولا في تلت ملعبه ولا في نص الملعب ولا هيبادرني بالهجوم والضغط؟ شغل صعب، صعب جدا، الناس مش حساه، الناس مش حساه كابتن فعلا. طب العب بالخبرات ولا انزل شباب صغير يجري؟ كل واحد فينا في دماغه حاجه. صحيح. كل الحاجات دي في دماغ حسام البدري. يعني احنا كل واحد فينا عامل سبوت على حاجه واحده بس. انا يا جماعه هلعب صالح جمعه، ده خلاص كل تفكيره صالح جمعه لعيب كويس انا العب بيه. طب وعبد الله السعيد؟ اصل عبد الله، طب خد بالك اوعى تنسى عامل الخبرات. طبعا. وانت محتاجه في مباراه زي كده. اهم ما في مباراه الغد عامل الخبرات. طبعا. هو اللي هيفرق معاه. طبعا. كويس؟ حته الروح يا كابتن، انا عجبني وليد صلاح، مش عارف كان معاك ولا مع مين؟ كابتن وليد صلاح الدين؟ كان معاك كابتن شادي اعتقد يعني. اتكلم كلمتين في الصميم. في الصميم. قال يا جماعه بعد مع انطلاقه صفاره الحكم، وانا يعني انا كنت مسجل ده كله عندي والله، مع صفاره الحكم ننسى المدرب ونبدا نشوف ال 11 لعيب اللي في الملعب هيعملوا ايه. مظبوط. انتهت. انت اذا ما كانش كلاعب جواك قرار اقوى من قرار اختيارك انك نازل تكسب هيحصل مشكله. وكمان نقطه كمان، يمكن عشان انا يمكن مباراه زي كده استاذ خالد لعبناها كتير، حته ان انا التعليمات اللي باخدها زي ما الكابتن وليد بيقول، ما هو بيتكلم على خبراته كلاعب كمان. طبعا. في مباريات زي كده انا كلاعب ببقى واخد تعليمات واجبات داخل الملعب، ببتدي خلاص هي موجوده جوه دماغي، ولكن اترجمها ازاي بكمان ايه بزياده شويه كمان بالظبط في حالات معينه. يعني مثلا كنت ممكن الاقي حسام غالي مش في مكانه، محمد فاروق يروح نازل مع انه راس حربه مش في مكانه، حسام يسد الحته دي، يسد الحته دي ممكن كابتن حسام البدري ما قالهاليش، او كابتن مستر مانويل جوزيه في الوقت ده ما قالهاليش. هي دي بقى النقطه اللي كابتن وليد قصده عليها، اللي هو الاحساس اللي بيتولد من الموقف. بالظبط. يعني لان انت في موقف محتاج كده. بيسموها في الدراما كده كوميديا الموقف. يعني هو انت في الموقف هنا احساس الجماعه يا كابتن، احساس الاداء الجماعي. مش انا محمد فاروق زي ما انت بتقول راس الحربه وتحركاتي كده، وكابتن حسام قال لي هنا عشان هتتلعب لي الكوره بدماغي او برجلي او هقطع او اجيب جون باي طريقه. لا، ده انا لقيت فعلا حاجه ناقصه هنا انا هرجع اكملها. بالظبط. عشان الاداء الجماعي، الاداء الجماعي يكتمل. مهم جدا، مهم جدا. انا لو كلمتني عن الماتش، انا بس في جزئيه الناس برضو بختلف معاها، في ناس كتير ناس بتركز على سعد ورامي. طول عمري كابتن عندي قناعه بانه اللي قدام سعد ورامي ايا كان مسماهم هم اهم واخطر ما في اي فرق. انا معاك برضو على مدار التاريخ،
على مدار التاريخ يا كابتن، اللعيبه بتاعت نص الملعب هي فعلا الميزان دفاعا او هجوما. اعلى فترات اعلى فترات عاشها الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي اللي هو جيل ابو تريكه وبركاته والمجموعه دي، لما كان محمد شوقي بيلعب واقف على رجله، اما كان جنبه حسن مصطفى بثلاث رئات زي ما كان الكابتن ميمي الشبيني ربنا يديله الصحه كان بيقولها دايما، اما كان في حسام عاشور لسه طالع ولياقته البدنيه عاليه جدا واقف على رجليه، اما كان في انيس بوجلبان، وكان ساعات الكابتن مانويل جوزيه كان يلعب بثلاثه منهم مش باثنين بس. اللعيبه دي يا كابتن بتريح الفراوده وبتامن خط الدفاع اللي وراك، الثغره كلها اللي بينضرب منها اي فريق في العالم هي المنطقه دي مش المدافعين، اللي قدام المدافعين. اول ما محمد شوقي مشي وحسن مصطفى اتغيرت طريقه ادائه بدا اداء النادي الاهلي يتراجع. كان الاهلي بياخد بطولات وبيكسب، بيكسب اي حد بره وجوه، وكان بيوصل كاس عالم، لكن كنت تحس ان الاداء بدا يتراجع عن الفتره اللي فيها لعيبه. النهارده لما حسام عاشور وحسام غالي كانوا بيبقوا في قمتهم تحس ان الاهلي فريق واقف على رجليه. حسام عاشور النهارده يعني ايا كان تقييمنا له في الفتره ديت، حسام يرفع له القبعه، راجل يعني قضى سنين عمر في الملاعب الكل يحترمه ويقدره ويديله تعظيم سلام على مشواره العظيم والمخلص جدا مع النادي الاهلي بصراحه. لكن انا شايف انه المركزين دول يا كابتن محتاجين تعديل مهم جدا، محتاجين تعديل في الفكر وفي الاداء والسرعات دفاعا وهجوما. النهارده الفيرود لو ما حسش انه في حد قوي في ظهره دفاعا وكورته عاليه هيتعب. انت النهارده وانت نازل بتقول في لقطه مثلا حسام غالي لقيته ساب المكان وتحرك يمين فنزلت، انت نزلت اديت دورك، لكن وانت نازل برضو يعني حتى لو انت مش مقتنع مش معقوله هنزل بس لازم انزل، مش معقوله هنزل، دي مهمه جدا. صحيح، اللي المفروض انك ما تنزلش، لكن الواجب الجماعي الزمك انك تنزل. ازاي انا يبقى عندي اللعيبه اللي هنا اللي ما تسيبش الفراغ ده، اللي تبقى حافظه المنطقه دي اللي كانت بتخلي ابو تريكه يبدع، تخلي بركات يبدع، تخلي فلافيو يتالق على 18 زي الاسيست اللي عمله من شويه ده. صحيح، تخلي عماد متعب يبقى مستريح في اللعب، هتخلي وليد ازارو مش كتير عايز ينزل تحت، اجاي كتير مش عايز ينزل تحت. اللعيبه دي اللي في المركز ده يا كابتن دول اهم ما في الفرقه. دول اللي بيخففوا الضغط. هات لي على مستوى العالم، على مستوى العالم كله اتخن فرقه لو ما فيش عندها نص ملعب واقف على رجليه، اعرف انه الدفاع هينضرب مهما كانت قدراته. التاريخ بيقول كده، في فرنسا، في المانيا، في البرازيل، في الارجنتين، مفيش لعيبه قويه واقفه على رجليها في نص الملعب الفريق كله بيهتز. يختلف بقى ماتش بكره في الامور دي كلها، لانه تصوري ان الكابتن حسام هيحاول يخلي الماتش في جزء من الملعب. يعني اعتقد انه هيقفل التلت بتاعه، مش هيسمح، ده تصوري شغل، المفروض ان ده الشغل اللي هيحصل. يعني ازاي انت مفيش المنافس ما يقدرش يوصل خط ال 18 بتاعك؟ يعني الكابتن حسام هينزل لعيبه تضمن ان الملعب كله يبقى في التلتين اللي قدام. مش هيسمح ان الترجي يجي عليه. تمام، هيلعب كوره وهينقل كتير جوه الملعب وهيتحرك وهيبقى في تحضير عالي قوي. وده شبيه بمباراه صفاقس شويه؟ طبعا. طبعا انت شفت فيه، احنا عملنا قبل ما نجيب الجون، سيبك من الجون كمان انه برغم انه اتعمل اربع تمريرات، يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه الجون، الى انه قبل منه حصل تحضير كتير. اللي بدأ ان احنا كنا حاسين ان الاهلي ماسك. ازاي انت بتنقل في التوقيت ده كمان؟ ده شيء عالي جدا. انت تبقى قاعد جنب، انتوا بتعملوا ايه؟ لا اصبر اصبر، لانه في ثغره انا بدور عليها وانا محضر لها. وهنا دي برضو دور الخبرات كانت موجوده في شادي، فوائل، وعماد، وفلافيو طبعا. خلينا نعترف يا كابتن انه برضو الخبرات بتفرق واللعيبه بتفرق. صحيح، وعنصر الانسجام يا كابتن، ما احنا ما نقدرش ننسى برضو عشان الناس تبقى مستوعبه، ونفسي الناس تبقى ما تبقاش منفعله قوي، لانه في ناس كتير بصراحه بقرا لها يعني بعض التعليقات ما بتعجبنيش. يعني الجيل بتاع ابو تريكه يا كابتن اللي هو بنعتبره الجوهره، اللي هو يعني ما كانش قبل منه غير جيل الخطيب. الخطيب برضو المجموعه بتاعته يعني التيم ده التيم العظيم، مصطفى عبده، زيزو، ونعد للناس بقى يعني بما بعدهم حتى خالد جد الله، صفوت عبد الحليم قبلهم، اللي اخذ سبع سنين دوري مطحنه بعد كده مطحنه. لا وكان لعب ايه رفيع المستوى يعني. صحيح،
وشريف عبد المنعم عشان ما يزعلش طبعا. شريف طبعا. ومختار مختار ومحمد عامر. علينا دلوقتي بص جاي والله. لا ده شريف عبد المنعم ده اهم واحد. جميل. ده ترافولتا ده اهم واحد اللي كان بيمتعنا بلعبه ده. وجيل بقى معروف ماهر همام ومصطفى يونس ثم جيل ابو تريكه. جيل ابو تريكه برضه خد بالك قعدنا كان برضه سنتين قبل ما بدات تحس انه هيكسب اي حد. ليه يا جماعه؟ انه مهما عملت مفيش فريق في الدنيا هيقف على رجله طول ما انت بتجدد فيه اكتر من اربع خمس عناصر. فطالما في عمليه تجديد لابد ان يكون هناك صبر على ان يحدث عنصر الانسجام. تمام. عنصر الانسجام يا كابتن مهم جدا. انت بقى كراس حربه ده انت ممكن تكلم الناس على اهم حاجه لو مفيش توافق بينك وبين خمس ست سبع لعيبه اللي ورا منك. انت هتلاقي نفسك اكتر واحد بتزعق في الملعب. يا سيدي ما لعبتليش دي ليه؟ يا سيدي ما رميتهاش في المكان الفاضي ليه؟ ما انا هجري عليها. سيدي ما عملتليش الكروس اللي انا متفق معاك عليه ليه؟ ليه ما عملتش معايا تبادل مراكز عشان اقدر انا اقطع وانت تيجي مكاني عشان نعمل خلخله؟ ليه انا متفق معاك ان انا لما انزل هيبقى في اشارات بينك وبين بقيه اللعيبه، تحركات اللعيبه في نص الملعب. يعني في منتخب مصر انا ساعات احس ان طارق حامد بيلخبط النني. ليه؟ الاثنين بيجروا في كل حته وده غلط. يعني ممكن تلاقيهم الاثنين فجاه في مكان واحد لان روحهم عاليه قوي. صحيح. وعايزين يعملوا حاجه كويسه لكن مفيش التزام بالمراكز. ده بيبقى فيه انسجام يا كابتن هيبقى عنصر مهم جدا. فانا عايز اقول لجمهور الاهلي ايدوا يعني ان شاء الله الثقه اهم حاجه. ثقه في الفريق. لا هم عندهم ثقه ملهاش شغل. طب استاذ خالد خليني اكلمك كابتن حسام استراتيجيته بكره ايه؟ خلي بالك في فارق ما بين الاستراتيجيه وما بين الخطه او الخطط، لان الاستراتيجيه دي شكل عام هو كابتن حسام او خطه عامه كبيره موجوده بيتخللها عده خطط داخل المباراه اثناء طبعا المباراه على حسب سير المباراه. كابتن حسام استراتيجيته الاولى ايه؟ هل هجوم بحت ام دفاع بحت او حته التوازن؟ طيب ومن خلال طبعا هيبتدي موضوع هنتوقع خطط. هنتوقع لان انا متاكد ان هو يعني في مليونه في دماغه مليون تفكير برضه، لانه لازم يكون مطمئن للي هيعمله. كل الخطط عنده ممكن تكون جاهزه وكويسه، بس في تصوري اللي انا قلت لك عليها ان هو يحاول مش هينزل هجوم بحت، استحاله. استحاله لانه لو انا هجوم بحت سهل ممكن انضرب بهجمه مرتده. وهم بيجيدوا الهجمه المرتده وعندهم سرعات. تمام. وانا مش ضامن ان انا اقدر وانا عامل ضغط جامد من قدام من اول ماتش ان انا ممكن يعني يجي فيها جون، ولو جا فيها جون ده ممكن يبقى شيء محبط. المفروض ان انا ما احبطش، لكن دي حاجات احنا بنقولها على واحنا قاعدين على الورق، لكن انا مش عارف ظرف اللعيبه بقى عامل ازاي في الملعب. كابتن حسام في تصوري احساسه انه يقول لك انا عايز اجيب جون. يعني مش هيحسبها زي الناس يقول لك ده احنا متعادلين 2-2 ده احنا لازم نجيب جونين. لا يقول لك انا عايز اجيب جون. طب طالما انا عايز اجيب جون انا مش مستعجل. انا مش مستعجل على الجون. تمام. يبقى انا اقدر اعمل خطه متوازنه. لكن اهم بنودها حاجتين يا كابتن. التامين الدفاعي. التامين الدفاعي، التامين الدفاعي. مش اخطاء. مفيش اخطاء صراحه يعني عشان بس دي اول حاجه نبقى متفقين حته دي اول حاجه بكره دي لازم تبقى زيرو. ده دي ايه بنسبه 75% في بدايه الماتش مقابلها 25% اللي باقيه انك ما تضيعش فرصه على قدام طبعا طبعا لحد ما انت يعني الثقه في برضو حاجه نفسيه بتلبس اللعيبه يا كابتن. انا كنت بوصف لك ماتش الصفاقسي وازاي لعيبه الاهلي عليت فيه. انت لو حافظت على ده فتره وبدات تعلى حته حته لعيبتك هتتحول في الملعب للعيبه تانية خالص. اما يجي لك احساس انك انت في ملعب في استاد رادس ومسيطر على الملعب وبقى عندك فرصه انك انت اللي تسجل في مخزون جوه اللعيب هيطلع اوتوماتيك. الكابتن حسام مش هيطلعه غير بده، يعني الكابتن لا يملك الا اللي احنا بنقوله ده، ان هو يخلي لعيبته واقفه على رجليها في الملعب ثابته مش مهزوزه، مفيش اندفاعات، مفيش انفعالات بقدر المستطاع، مفيش فرصه بتضيع بكل ما هو مستطاع، مفيش هدف. والحته اللي بركز عليها تاني واتقالت اكتر من مره، نكمل الماتش بال 11 لعيب. وارد يقابلني اخطاء تحكيميه، ولو في حكم متربص مش هيكتفي بانه يحسب عليا غلط، لا هيبقى ضرره اكبر طالما هو متربص. وحصلت ياما، حصلت من زمان يعني. فنكون واخدين بالنا. حصلت الاهلي كان بيلعب زمان في بطوله افريقيا برضو والحكم طرد بتاع ثلاث لعيبه، كان المفروض ان احنا 2-0 نفوز، خسرنا 3-0 والحكم طرد تقريبا ثلاث لعيبه من النادي الاهلي يعني بسبب برضو العصبيه والانفعالات. وقعدنا ساعتها نقول كان مش عارف مين اللي بيزعق بيعلق على الماتش يقول لك يا جماعه ما ينفعش، اصل الحكام ما ينفعش ولازم نلتزم. وهم كان لعيبتنا برضو ساعتها كانت خبراتها قليله فخدت كروت حمراء، فلازم انا كلعيب
احافظ على اعصابي وهدوء اعصابي حتى الثانيه الاخيره. الكره التونسيه برضو معروف انها كره يعني بارده، مش كلاعب، لا، الشخصيات عندهم عنده قدره انه يستفزك ويخرجك عن شعورك. صحيح. انا لما يجي لي احساس ان انا عايز اكسب جون 1-0 اجيب جون، انما اجيب جون بقالي السابق بحط المنافس تحت ضغط، اصبحت انا اللي بمسك المبادره. طب هسالك سؤال بقى، انت عايز تجيب جون، جون في البدايه ولا جون في النهايه زي ماتش الصفاقسي كده بالنسبه لك يكون افضل؟ يعني هقول لك على حاجه، طبعا لو في النهايه وخلص الماتش ده خلاص ده موضوع منتهي. يعني بص، ما هو بص انت بتلعب على ريسك، ده موضوع منتهي، حته الريسك ان مثلا الهدوء ان انا هجيب جول وانت على اساس ان انت تشتغل على الربع ساعه ولا الثلث ساعه الاخير، ده ريسك برضو. وانت ريسك طبعا جامد جدا، لكن استاذ خالد بالنسبه له وجهه نظري لا، ما اقدرش استنى. لا، اصل دي بتبقى، بص دي كابتن، يعني اجيب جول وتحافظ عليه، من الشواذ. يعني اللي حصل ده حاجه من الشواذ. وعلى فكره انت ما بتضمنهاش، انت احيانا ما بتخطط لهاش. هي زي ما قلت لك بتعلى فجاه مع اللعيبه، تبص تلاقي في الثواني الاخيره تلاقي النادي الاهلي تحول. كابتن تعليق كابتن حسام حسن في ماتش الاهلي والمصري يخلصك الحدوته دي، بقول لك اول ما جبنا الجون فجاه لقيت الاهلي بيظهر بشكل، قلت لا خلاص الماتش مش ماتشي، مش هيتعادلوا. قال لك لا خلاص الماتش ده مش ماتشي. انا حسيت ان النادي الاهلي اتغير، 11 لعيب بيعملوا حاجات غريبه جدا. اول ما جابوا جون التعادل قال ايقنت خلاص، حتى اتعلق، هو لاعب كمان، هو متربي، علق بشكل كوميدي. قال لك لما احمد فتحي جبت الجول جابوا الجول، قلت له طيب يا احمد، ماشي يا احمد والله لوريك. يعني هو خلاص بقى جواه عرف النادي الاهلي. وبعدين ده حسام حسن زي ما انت بتقول متربي داخل جدران النادي، استاذ روح طبعا، يعني حاجه مش عاديه يعني. فدي انت ما تضمنهاش انك انت ممكن توصل لها مع سيناريو المباراه. لكن انا في تصوري انك لازم تبدا هادي، عندك قدره، لو انت عندك قدره انك تخطف بدري اخطف بدري، استنى ليه؟ المهم يا كابتن، وانت في ترتيبك انك لو هتخطف بدري لازم يكون عندك الخطه الثانيه بعد ما تخطف الجون. ليه؟ لان المنافس روحه هتعلى اعلى من روحك، لان اصبح هو اللي تحت ضغط. صح. ملعبه وسط جمهوره، اداؤه هيتغير، هيتغير ازاي؟ لازم معاك ورقه وقلم. لا ده هيضغط عليا اكتر، ده هو لو لياقته البدنيه 70% هتوصل 80%، ده لو سرعاته 20% تبقى 30%، لو عزيمته 80% تبقى 100%. كل دي حاجات متغيرات بتحصل مع اللعيب في الملعب. انا اتعامل مع ده ازاي؟ تكتيك اللي هلعب بيه ازاي؟ تغيير في الملعب، تغيير اللعيبه، هدافع منين؟ هديله فرصه ولا لا؟ هجريف عصبيته ولا لعب وانا ببرود؟ صحيح. أأمن واروح مسقط مثلا تفكير يعني عادي، اعتمد على ان دايما يبقى عندي ليبرو ولا غامر ولا العب على التسلل؟ دي كلها حسابات مهمه جدا. لكن تغامر بايه؟ دي اللحظه انا لازم اكون مطمئن ليها. يعني ايه؟ وانا بتفرج على لعيبتي في التمرين الاخير وانا قاعد معاهم في المحاضره الاخيره قبل ما ينزلوا الملعب، ممكن يجي لي احساس ان الولاد دول عندهم سادي يجيبوا النهارده 3-4 تجوان، اروح مغير الدنيا كلها، غير الدنيا كلها. لكن لو ما وصلنيش الاحساس ده كمدرب حكش مظبوط، هرجع خطوه لورا. كلام مظبوط طبعا. لا الواد وليد ازارو مش مطمني، جايين مش ايوه بيحصل طبعا، بيحصل بشكل كبير. او ده الواد وليد دي بتبقى موجوده مع المدربين ومن خلال مستوى اللاعبين في التمرين قبل المباراه، خصوصا تبقى مباراه مهمه زي كده، بيشوف لعيب هو هيعتمد عليه في المباراه بالظبط، وفجاه يلاقي مستواه في التمرين مش بالشكل اللي هو متوقعه، يخوفه. ممكن الواحد يقول لك ايه يا عم، بس هو لو نزل يا سيدي، انت قاعد بره، انت قاعد على الفيس بتكتب او قاعد بتفرج على التلفزيون. انما انا كمدرب الراجل ده اللي قدامي طول الاسبوع وقدامي في التمرينه الاخيره، لا انت جاي في اخر مشهد وترقصني، انا لازم احس ان جواك روح وعزيمه واصرار عشان ابدا ارمي عليك واستخدم ده. انا لما الاقي ده، ما هو كابتن عشان الناس تبقى فاهمه، بس انا بنزل التمرين لقيت محمد فاروق اداؤه ارتفع في التمرينه الاخيره 20% زياده، انا هاخد دي وابدا اشتغل عليها. تعالى يا رؤى، طبعا تعالى، ده انا هخليك تعمل كذا وكذا 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 في الملعب، انا عايز استغل ده، فانا هبدا اشتغل على ده. ده لو مش موجود، طب اجي اقول له ايه؟ اقول له محمد فين الروح بتاعتك لان انا عايز اشتغل عليها؟ صحيح. دي عمليه صعبه جدا. صحيح. للمدرب. طيب من خلال المؤتمر الصحفي اللي كابتن حسام اتكلم فيه النهارده، ان مش هيغير الشكل المعتاد بتاع النادي الاهلي، ده في حد ذاته تاكيدا ان النادي الاهلي ما بيغير، يعني كابتن حسام بالذات يعني الشكل مش هيتغير نفس الطريقه، ولكن ممكن يبقى في تغيير في الاسامي بالنسبه للي هينفذوا هذه الطريقه وهذه المهمات. يا استاذ خالد، ممكن في ذهن الاستاذ خالد ممكن يتوقع مين؟ التشكيل يعني؟ التشكيل مثلا. التشكيل. هو ممكن يبقى عندي يعني في اثنين بس هم خلال التمرينه ممكن يلخبطوا لي الدنيا شويه يعني.
هو اعتقدش ان في خلاف على شريف اكرامي ان شاء الله ولا الاربعه اللي ورا. تمام. الاثنين الديفندرات معرفش هشام محمد هيبدا ولا لا. دي نمره واحد. نمره اثنين راس الحربه معرفش هيبدا اجايه ولا وليد ازارو. يعني انا لما شفت التمرين الشكل العام بيقول ان ازارو هيبدا، لكن طبعا انت عارف يا كابتن في التمرين احيانا انت بتحط راس الحربه قدام الفرقه الاساسيه عشان يشتغل على خط الدفاع الاساسي، يبقى في مشاكسه بين الاثنين يعني. يعني استحاله ما فيش واحد بيعمل في التشكيل الاساسي كله على بعضه يعني. صحيح. في تمرينه وما كانش ده التمرين الاخير كمان يعني، فيحط اجايه ضد الفريق الاساسي علشان يبقى في حركه في قوه. ممكن يكون في ذهن الكابتن حسام انه عايز يعتمد على السرعات، بس خد بالك سرعات وليد ماشي جوه 18 القطعه بتاعته والسرعه والحاجات دي يمكن اعلى من اجايه سنه، لكن خبره اجايه وكنترول وسيطرته على الكوره في المنطقه دي وقدراته على انه يبقى اسيست كويس او انه يجيب جون بشكل مفاجئ او انه يتعاون مع المجموعه اللي قدام عنصر مهم جدا. دي هتحيره. احساسي انه هيلعب بالتشكيل الاساسي بتاعه ثابت شغال فيه ولا لا، هو اللي ابتدى بيه مباراه استاد الجيش بس احتمال الوقت. احتمال يدخل اجايه جوه وينزل مؤمن زكريا مكان وليد، مكان وليد ازارو. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اشك فيها بجانب هشام محمد يعني. يعني هي فيها ريسك شويه لانه هشام طبعا ما لعبش في الاجواء دي قبل كده، ما لعبش في تونس، ما لعبش في استاد رادس، لكن هشام برضو عنده مقومات يعني. هشام لعيب تقيل يعني شارب من النادي الاهلي ولعب مع المقصه في فتره المقصه يعني كان عندها ثقافه برضو كويسه، مش ثقافه ان انا بلعب لا، ده كان عندها ثقافه ان البطل كانت صحيح. عايزه تنافس على اللقب، فدي ممكن تكون معليه هشام. وهو لاعب نادي اهلي اصلا. ما انا بقول لك هو شارب من النادي الاهلي ولما راح المقصه يعني حظه انه عاش فتره يعني نادي المقصه، نادي المقصه توهج نادي المقصه مش توهجه. ونادي المقصه كان بيلعب بفكر البطل، عايز يبقى بطل بدليل انه عايز يكسب كل الناس، يكسب الزمالك ويكسب الاهلي وعايز يعمل كل حاجه في الملعب. صحيح. ففي دي حاجه كويسه بالنسبه لهشام. انا اتمنى بصراحه اشوفه في الملعب للامانه، اتمنى، لكن مش كل الامنيات بتتحقق، مش كل الامنيات بتتحقق، وممكن من ماتش لماتش ياما نتوقع حاجات ونتخيل ونخاف من حاجات نفاجئ بيها بشكل غير متوقع تماما. في ناس كتير تقول لك يبدا بصالح جمعه. انا صالح جمعه ده بالنسبه لي من اهم الاوراق ومفاتيح اللعب واللي يمكن يصنع فارق في النادي الاهلي، لكن انا كخالد العشري مش هقول لك حسام بدري، لا لازم ابدا بعبد الله السعيد. لان محدش يقرب من عبد الله. عبد الله ده هو المفتاح بتاع الدفاع والهجوم والخبره وكل حاجه. يا جماعه ما ينفعش نقيس كده فجاه انه اصله مستواه مش، لا القصه مش قصه مستويات. مش في كل المواقف يا كابتن هتستحضر فكره المستويات ولا فكره مين اداؤه كويس ومين اداؤه وحش. لا. صحيح. انت هتدور على حد زي فاروق لما نزل يسد مكان حسام غالي، ايه الفنيات في كده؟ فيهاش فنيات خالص، بالعكس فيها عقليات، فيها تفكير، فيها خبرات، فيها روح، فيها وعي. وبعدين احنا في اتنين كنا بنعتمد عليهم ان هم اسطوات داخل النادي الاهلي، حسام غالي وعبد الله السعيد. يوم لما حسام غالي يمشي مش عايز تلعب عبد الله؟ لا. وكتير ما كانش عبد الله بيبدا، خد بالك كان الجمهور يبقى قاعد يتفرج يقول لك ايه يا لو عبد الله موجود في الملعب، لا عبد الله لازم ينزل، يا جماعه ده عبد الله مهم جدا في الملعب. ما تحسش بيه غير هو بره الملعب. مظبوط. منشات بكره يا استاذ خالد ليك بقى قبل المباراه هتقول ايه؟ بكره كده الصبح وانت بتكتب. لا كان لازم تقول لي لان انا ما بطلعش منشات كده بس. طيب. منشات ده كان لازم ببقى احضر له شويه يعني. لكن بكره يعني تفاؤلك كام في المية؟ تفاؤلي كام في المية؟ طب والله انا بص انا هقول لك يعني احساسي بصراحه برغم ان انا ما بجاوبش على السؤال ده خالص. يعني كل جمهور النادي الاهلي هو متفائل لكن عارف انها مباراه صعبه. مباراه صعبه جدا. مباراه يعني لو ان شاء الله وصلنا ان احنا نتاهل وناخد هذه البطاقه للدور قبل النهائي يبقى احنا عملنا انجاز كبير. خليني اقول الجمله زي الجمهور ما بيقول او زي ما انت قلت دلوقتي. انا تفاؤلي بالنسبه للنادي الاهلي بنسبه 100%. ما هو تاريخ قدامي يعني، لو انت بتجيب تفاؤلك وتشاؤمك من المعطيات اللي قدام. صحيح. المعطيات بتقول ان النادي الاهلي قادر على التغيير، قادر على احداث فرق، قادر انه يعمل اي حاجه، لكن المباراه صعبه. لانه برضو نرجع نقول ترجي واقف على رجله، معاه مدرب كبير، متعادل بره ملعب 2-2،
بيلعب في ملعبه، يقدر يقفل الماتش كويس، يقدر يلعب هجمه مرتده بشكل كويس، يقدر يفطس لك المباراه. في نفس الوقت برضه عشان ما نبقاش ناس ما تقلقش ان احنا بنحبطهم، في المقابل انت برضه عندك الرغبه الاقوى، الروح الاعلى. انت برضه عامل عليه جيم في القاهره، معلش برضه في سوء توفيق في حاجات كتير، في اخطاء تحكيميه برضه يعني عطلتك شويه، وده ممكن ما يتكررش. صحيح. هو زي ما اتقال ان هو الماتش ده، الماتش اللي النهارده بيبقى 180 دقيقه. صحيح. ما بيبقاش 90 دقيقه، فممكن يكون بقيه الماتش هناك ان شاء الله يكون الاهلي افضل ويعمل نتيجه ايجابيه باذن الله. طيب يعني انا يعني للاسف انا دايما بستمتع بكلام استاذ خالد، لكن خليني قبل ما نروح نختم هذه الفقره واستقبل طبعا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن جمال السيد بعض الرسائل كنت انت حابب نتكلم فيها قبل ما نختم هذه الفقره. هي وفي اربع خمس رسائل كده سريعه طبعا عشان الوقت برضه يعني. يعني عايز اقول لجمهور الاهلي يعني نهدى شويه، يعني عايزين نرجع جمهور، مش الجمهور اللي بيروح الملعب، الجمهور اللي على الفيسبوك. لا طبعا برضو اللعيبه بتقرا الحاجات ديت، وفي بعض الناس بيدخلوا يعني ينتقدوا بشكل مش انتقاد، بيجرحوا بيشتموا، ما ينفعش. عمر جمهور النادي الاهلي ما كان بيذبح لعيبته بالمنظر ده مهما غلطوا ومهما تراجعوا. انتقد بقوه، وضح قول رايك، لكن مش بالدرجه دي. حاجه ثانيه وانا جاي دي رساله والله، بس انا مش حاضر اقولها كلها علشان احنا في فتره طبعا حرجه وفي اتفاق ان احنا ما نخش في العمليه ديت. واحد كان قابلني وانا ماشي يعني بيقول لي يا استاذ خالد بعد اذن حضرتك في رساله عايزين نوصلها للناس. محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، رمز من رموز النادي الاهلي، محمود الخطيب رمز من رموز النادي الاهلي، عايزين الناس تخف شويه اللي هنا واللي هنا، لانهم في الناس بدات تكره، بدات تتخنق من كتر الكلام، سواء الفج على ده او على ده او ضد ده او ضد ده. فعايزين يعني ايه بيقولوا يعني اهدوا شويه بقى الفتره الجايه، لانه خلاص الاثنين هيبقوا ممكن يبقوا مترشحين لرئاسه النادي الاهلي، الاثنين ولاد النادي الاهلي، الاثنين ناس محترمين اهل ان هم يكونوا متواجدين، فنخف شويه كلام. وانا ما اقدرش اقول في الموضوع ده اكتر من كده. اخر حاجتين، لجنه التظلمات انا مش عارف هي هتعمل ايه او بتعمل ايه، وفي نفس الوقت بقول لمجموعه كبيره من الناس المحبه للنادي الاهلي اللي كانت مختلفه على فكره موقف النادي الاهلي من جمعيته العموميه، هل ما فيش حد فكر من زاويه ثانيه بعد ما سمع كلام حماده المصري واللواء سامح مباشر وكابتن علي حسب الله واللواء منير ثابت؟ ما حدش بدا يعني، كنا بنقول النادي كان بيقولوا النادي الاهلي ماشي غلط وماشي ضد القانون، طب الناس دي لما طلعت قالت ده ما فكرناش نعيد حساباتنا، ولا هو في حاله جمود في قناعه خلاص انا مش هرجع عشان ما احرجش. اخر حاجه دي رساله للوزير، وزير الشباب والرياضه، انا بقول له اهو على الهواء ما عليك اتغيرت، ما انتش خالد عبد العزيز اللي احنا عرفناه، في قصور شديد من ناحيه حضرتك واصبح واضح بما لا يدعو مجالا للشك ان حضرتك بتلعب بشخصيتين، وده ما كانش معتاد فيك. حضرتك لما تطلع تقول اللجنه الاولمبيه عندها كل حاجه وهي اللي مسؤوله، ونكتشف ان حضرتك بتحرك كل حاجه، يبقى انا لازم بتحط جوايا نوع من الشك والريبه. وانا بقول لحضرتك انت راجل مسؤول في الدوله، مسؤول كبير، مسؤول مهم جدا جدا جدا، ما ينفعش انت تحديدا مهندس خالد عبد العزيز تلعب الدور ده في التوقيت ده مع النادي الاهلي. شكرا يا استاذ خالد، نورت شرفت. شكرا ليك. دعواتك بقى بكره ان شاء الله كده ان شاء الله باذن الله، باذن الله موفقين ان شاء الله بامر الله. هروح لجوله في مدينه رادس، يعني طبعا تقارير عن المدينه واكيد لقاءات مع الجمهور هناك، اكيد ليه راي طبعا في مباراه الغد. استقبل طبعا بعد الفاصل وهذه الجوله اللي هيكون معانا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن جمال السيد.